بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا شباب، نفتح مع بعض ملف شغلنا ونتحدث. القصة اللي فاتت الحصة اللي فاتت يا شباب لو نتذكر، أخذنا مين يذكرني إيش أخذنا؟ طبعا في ملاحظة بس قبل ما أبدأ، إنه كل اللي أخذناه هذا منوه عنه في المذكرة لكن غير مشروح، غير مشروح، واضح؟ أنا قلت لك أنا هو قد يتطلب شرحه يمكن ليفل 1، لكن أنا ما عندي اطلاع على ليفل 1 اللي هو بيتك ليفل 1. نيجي الآن لموضوعنا يا شباب. الحصة اللي فاتت مين بقول لي إيش النقاط الأساسية اللي أخذناها اللي غطيناها يوم الخميس اللي فات؟ أهم كانت النقاط هي إيش؟ البوردر. تتذكر البوردر؟ البوردر. هلا طبعا إحنا هاي الأمور والتنسيقات الأخرى غير البوردر اللي أخذناها اللي هي إيش؟ الداتا تايبز، أنواع البيانات داخل الخلية. في عندنا نمبر، في عندنا جنرال، في عندي كرنسي، في عندي أكاونتينج، في عندي شورت ديت، في عندي لونج ديت، في عندي تايم، في عندي برسنتج، فراكشن، وساينتفك وتكست. يمكن ما أخذنا عن التايم، لكن التايم أنت ببساطة شديدة أنت بتعرف التايم، يعني أنت عندك الساعات بالأول، بعدين عندك بعد الساعات الدقائق، وتستطيع إضافة الثواني، وتضيف اللي هو أي 30. طبعا بمجرد لو قال لك كاستم وجيت قلت له هنا تايم، لاحظ حول لي إياها، كانت 13، الساعة 13:20 وكم ثانية حاططها أنا 30 ثانية، فهو راح أول حطت له 13:20 نقطتين. بالله عليك كيف أنا معكم؟ كيف بس طيب شباب، إذا لما أكتب 13، لو جرب أكتب 13:20 فأي خلية من الخلايا الفاضية؟ 15. لاحظ لما أنا استخدمت، لما استخدمت كتابة التايم بأسلوب ال 24 ساعة اللي هو 13 عن الساعة قديش؟ واحدة. على طول كتب لي كاستم، كاستم يعني ما حدد لي نوع الوقت، ما كتب لي تايم، وما فهم انه تايم. رحت انا بيدي اخترت من القائمة وقلت له ترى انت تايم، على طول حول ال 13 الى ايش؟ الى واحدة، وحط لك بي ام. بي ام تدل على مساء، الساعة الواحدة مساء. هسه باجي عليكم على السريع. طيب لو كتبت انا التايم قبل ما اجيكم، لو كتبت انا التايم مباشرة ما في عنده اشكالية، هو لحاله راح يتحول لتايم اذا ادركه. في الاعلى راح يتحول الى تايم اذا ادركه مباشرة. يعني لو كتبت له انه الساعة 2:00 هذيك 13، فهو عرف انه بنظام 24 ساعة. اما هذه 2:00 ومثلا 32:15 وحطيت له AM. AM يعني ايش؟ صباحا. لاحظ الان، والمفروض برضو يطلع لي تايم، لكن بستنى مني انا اعرف له يا تايم، ما غير شيء، ما غير شيء. الساعة 2:32:15 AM، فالوقت صحيح، فما غير لي شيء. هسه بجيك ان شاء الله باذن الله تعالى. زميلكم بس ضل علي قبل ما ادخل على الدوال اليوم، راح ادخل على الدوال وعلى المعادلات وعلى اهم نقطه. ضل علي بس احكي لكم عن شغله اضافه اعمده، نقل اعمده، نقل صفوف واضافه صفوف. خلينا نخلص منهم بسرعه عشان كيف لو بدك تضيف صف او عمود. ببساطه شديده جدا بتوقف يا صابر، معلش انا عارف انك تعلم، بنوقف عند مين؟ نوقف عند العمود اللي بدنا نضيف عمود قبله. يعني اذا وقفت عند عمود بي معناته بدك تضيف على ايش؟ قبل البي. فبده يصير عندك العمود الجديد مكان البي، والبي بده يعمل ازاحه الى اليسار، بده يصير سي. هلا لو قلت لك ضيف لي عمود بين الكيمياء والفيزياء، معناته وين بدك تروح؟ على عمود الفيزياء. احسنت. لما تضغط على عمود الفيزياء اللي هو الدي وتعمل رايت كليك، في من ضمن الخيارات انسيرت. طبعا طالما انت مختار عمود معمول له سيلكت،
تلقائيا رايت كليك رايت كليك بالزر الايمن بالزر الايمن بالماوس بالزر الايمن بالماوس نفس العمود انت بدك تجرب العمليه على العمود احسن رايت كليك ايوه في عندك انسير تحت 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 هاي هاي بالنص بالنص فلما تضغط على انسير بفهم انك بدك تضيف عمود لاحظ شو عمل عمل ازاحه للدي صار سي وترك مكان الدي فضاوه للعمود الجديد طيب لو كان بالانجليزي بالانجليزي العكس بدك توقف عند العمود اللي قبله اللي قبله بس هذا الحكي بيتجه الى اليسار ما بعمل شيء بيتجه الى اليسار الى اليمين بينما هون بيتجه الى اليسار ضفت عمود ضفت عمود الحمد لله الان بدي اضيف صف نفس الكلام وقفت عند الصف الرابع رايت كليك عندك انسيرت لاحظ شو سوى برضو عمل ازاحه للصف اللي تحته خمسه وايش وايش وترك الصف اللي انت علمته تحط له سلك فارغا بمعنى اضاف صف جديد كيف تفعله تعمله جديد وقف عليه واعمل رايت كليك على نفس الصف في بدل انسيرت تحتها ديليت هذا بحذف لك الصف وايضا نفس الشيء بالنسبه للعمود اللي ضفته اختار ديليت بحذف لك العمود وصلت طيب هلا السؤال وضح نفسه بس هذا المكان الوحيد لا بس عشان تتعلم في اماكن اخرى الاضافه اطلع علي الذي ابتسمت وضحكت في مكان ثاني نعم وين المكان الثاني وقف عند العمود الفيزا بدك تضيف قبليه عمود وروح على هوم تاب في عندك سيلز شايفين سيلز جروب في عندك انسيرت في عندك انسيرت شيت كولومز عندك انسيرت شيت كولومز شايفها هذا مكان اخر للاضافه اذا بدكش تعلم على العمود وتعمل رايت كليك وتختار مباشره في عندك تروح على الهوم تاب السيلز جروب في عندك انسيرت شيت كولومز انسيرت شيت كولومز فبتضغط عليها بتلاقي انه ايش اضف لك عمود نفس الكلام لما بدك تضيف صف بتوقف عند الصف اللي بدك تضيف عنده وبتيجي على انسيرت وهنا بصير عندك انسيرت شيت روز وبتضيف وايضا انسيرت ايضا انسيرت نفسها اللي احنا مشرحناها فيها انسيرت شيت يعني اضافه صفحه طب كيف اضيف صفحه كيف اضيف صفحه طبعا تحت اخذناها هيها اد نيو شيت هذا الزائد معناها نيو شيت اد نيو شيت تستطيع من هنا ايضا انسير شيت وبالتالي يضيف لك شيت جديد يضيف لك شيت جديد هذا شيت جديد نرجع لشيتنا القديم اذا يا شباب نفس الشيء برضو بالنسبه لمين للحذف تيجي بتعلم على العمود اللي بدك تحذفه بتيجي على ديليت وعندك ديليت شيت كولومز ونفس الشيء بالنسبه للصف بتوقف عند الصف وعندك بالهوم تاب سيلز جروب ديليت ديليت شيت روز يعني هذا اماكن اخرى عشان من خلالها تستطيع انك تتعامل الان المجموع بدي اكتب الان معادله خليك معي مميزات الاكسل ركز معي مميزات الاكسل انه بيعطيني ادوات تساعدني على تسريع انجاز العمل وهذا سبب شهرة اكسل اول ما نزل انه الوقت المستغرق في انشاء جدول بشكل يدوي واجراء الحسابات من قبل المحاسبين كان ياخذ ساعات انت خلال دقائق بسيطه تستطيع انك تنشئ الجدول وتجري جميع الحسابات لكن في خطأ بكون في بعض الطلاب أو بعض الناس المستخدمين زمان ما فيش حدا بيستخدم يعني ما بكونش بهذا العالم شو هو؟ تعال نشوف مع بعض كيف بدي أكتب أول عند خانة المجموع أهم شيء عندك في الإكسل لما تبدأ تشتغل عليه توقف عند المكان الذي سوف يظهر عليه أو الخلية التي سوف تظهر عليها المجموع أو اللي هي ناتج العملية ناتج العملية وين بيظهر؟ إذا موقف لي أول شيء في المكان بدك تظهر عليه ناتج العملية. أنا وقفت عند المجموع عند الطالب خالد عبد الله أول طالب عندي. هلا من اسمها مجموع معناته بدي أجمع علاماته اللي موجودة وين؟ في الكيمياء الفيزياء العربي اللي هي 85 زائد 77 زائد 62 كلامي واضح بالنسبة إلي. ماشي؟
هلا وين الخطأ بصير؟ أول شيء عشان نجري أي عملية خليك معي أو نحصل على ناتج لازم نبدأ بإشارة يساوي. لازم تبدأ بإشارة يساوي. معنى إشارة يساوي للإكسل يعني إنه هنا راح تطبع ناتج العملية أو ناتج الدالة. هلا لما نحط يساوي طلع علي أنا زلمة يمكن جاهل باستخدام الإكسل. فبحط لي عبد الرحمن يساوي بحط العلامات مباشرة اللي هي بالنسبة لي 85 زائد 77 عندي زائد 62 بالنسبة لطالبي خالد عبد الله. هنا بالطريقة هاي لما كتبت العلامات مباشرة يا عبد الرحمن اللي هي أنا مباشرة كتبت إيش باي فالوز الإكويشن باي فالوز دايركتلي بشكل مباشر. لاحظ أعطاني الناتج صح ولا غلط؟ أعطاني الناتج صح ممتاز. أنا كتبت له يساوي 85 زائد 77 زائد 62 علامة تحمل الله وطلع الناتج صح صح ولا لا؟ باجي على الطالب اللي بعدي لمحمد سالم عندي وبقول له يساوي 69 زائد 75 زائد 95. هل بيطلع لي الناتج غلط؟ لا، اموري تمام ولا مش تمام؟ لكن هذا نرفضه رفض قاطع. احكي لي ليش استاذ؟ لانه غيرت محتوى الخليه تغير فيها. احسنت. بس قبل الملاحظه هذه في ملاحظه اهم. لو اتبعنا هذا الاسلوب بالاعلان عن القيم بشكل ثابت داخل المعادله ما استفدتش من استخدام الاكسل. ما وفر اصلا وقت علي. معنى ذلك كل طالب بدي اروح عليه واكتب له يساوي 85 وعلامات كلها، شو استفدت من الاكسل؟ انا بدي استخدمه للتسهيل والتسريع. هون ما فيش تسريع. اذا لا ينصح سامعني باستخدام القيم ثابته في المعادله ما لم يكن ثابت ضمن المعادلة. يعني شو ثابت ضمن المعادلة؟ يعني العدد النيبير مثلا اللي هو 3 كذا 14 كذا هذا يا سيد عزيز ما بصيرش ايش؟ او الفايت اسف الفايت ما بصيرش هذا ثابت. هذا ما بتقدر تشيله من المعادلة. اما انك تضع قيمة الخلية مباشرة في المعادلة هذا لا يصح به. طب كيف بدي احط انا قيمة الخلية؟ بقول لك بالريفرنس بالمرجع. المرجع يعني هو عنوان الخلية التي تحوي القيمة. هو بس تذكر له أن القيمة موجودة في B5 يعني عنوانها. بروح على B5 وبيأخذ القيمة المحتوى داخل هذه الخلية وبضعها في المعادلة. وضح كلامي؟ أحسنت. هلأ هذا شو بسموه؟ ريفرنس، مرجع، اللي هو الإعلان عن علامات الطالب من خلال عنوان الخلية. هذا بنسميه مرجع الخلية، عنوان الخلية. هو بروح ما تخافش عليه الإكسل وبيجيب لك القيمة اللي داخل هذا الخلية بعنوانها كذا وبعوضها في المعادلة. وصلت؟ إذا ليس من المنطق وليس من العقل إنك تستخدم المعادلات بالإعلان عن الثوابت الرقمية داخلها. طيب اذا هون هلا قيمه خالد عبد الله نمسح الان نعمل ديليت. طيب هلا نيجي على خالد عبد الله الاسم الاول عندي وعنده 85 في الكيمياء. انا ما بهمني قيمه 85، بهمني مرجع الخليه. ما بهمني غير مرجع الخليه. طبعا لاحظ قبل هيك بدي اعمل كنترول زد زي ما تفضل زميلكم صابر قال في مشكله ثانيه عندي لما بعلن. شوف لاحظ لما وقف أنا عند المجموع طبعا هنا في الأعلى أعطاني المعادلة التي أدت إلى الحصول على هذا الناتج. طيب هذه المعادلة لو نرجع قبل شوي في ملاحظة حكاها صابر قال أنه أيضا في مشكلة عندي أنه التعديل على علامة الطالب خالد عبد الله في مادة الكيمياء أو الفيزياء أو العربي لن تتأثر النتيجة بهذا التعديل وبالتالي هذا خطأ. يعني كيف؟ يعني لما أنا أكتب يساوي 85 زائد 77 زائد 62 معنى ذلك أعطاني الناتج 224. معنى ذلك لو جاب بالفيزياء مثلا بدل 77 اكتشفنا خطأ أنه جاب 80. لاحظ عدلت على 80 ما تعدل على المجموع. بتطلب مني أعدل يدويا. أدخل على المعادلة يدويا وأقول له والله 77 صارت 80 وبالتالي هذا يعتبر قصور في استخدام ميزات مين؟
ميزات الإكسل. فالإكسل تفضل دائما التعبير عن القيم من خلال الريفرنس أو المرجع. سمعت؟ وصلت؟ يعني أنت ما تكتب معادلات الثوابت هاي تقول لي علامته 77 زائد كذا على طول بشطر لك في الامتحان. بقول لك صفر. ليش صفر؟ لأنه قلت لك الإكسل ما وجد من أجل ذلك. وجد للتسهيل عليك، والتسهيل عليك تستخدم إيش؟ أو تعبر عن القيم من خلال مرجعها الخلية التي تحول فيها. وصلت؟ إذا أنا عندي هلا بجي. إذا أنا عندي الآن لما بحسب المجموع ما بحسبه والله أقول له 85 زائد 80 زائد 62، لا، وإنما أحسنت بقول له يساوي الآن ما عنوان خلية الكيمياء، العلامة خالد عبد الله بالكيمياء موجودة في بأي خلية، اضغط اضغط هايها حط لك يا C2. أنا عندي C2، C2 هذا عنوان الخلية التي تحول قيمة 85 للطالب خالد عبد الله، زائد اضغط على الفيزياء D2، زائد اضغط على العربي E3. احسنت. هلا هذا بنعطي الناتج. شو استفدنا طيب يا استاذ؟ هذيك زي هاي بقول لك لا، استفدنا فائدتين. الفائده الاولى التعديل على العلامه تلقائيا بعدل على كل المعادلات التي تتبع او مرتبطه بهذه العلامه بهذا المجموع. طلع علي الآن لو جينا عدلنا على الفيزا ورجعناها 77، نطلع هون على المجموع تلقائياً طلع نزل صار 224 تلقائياً. ليش تغير مباشرة؟ لأنه الإكسل بمجرد ما تعدل على خلية محتوى خلية كل المعادلات اللي مرتبطة بهذه الخلية محتوى هذه الخلية بتعدل تلقائياً بعدها تمش بحسبها مرة ثانية. هذه أول فائدة. إذا التعديل بهكلش همه. سمعت يا سلامة؟ هلا برجي فهمك ما بهكي الهمه. الشغل الثاني والأهم، معالج الأوتو فيل. تفضل. يصير بدل ما تسعين كل واحدة C2 زائد وزع بعد غرب C3. أحسن. C4. شو بنسمي هاي؟ المعدل الأصلي وبالأوتو فيل بسحب من الطرف والأيسر تحت وبنزل تحت. أحسن. شو بنسمي هاي الحركة؟ الأوتو فيل اللي تعبئت محتوى الخلية المجموع في معادلة زي ما انت شايف هاي المعادلة، باجي على الأوتوفيل وباجي بسحب لتحت تحت تحت فبعمل نسخ. ولكن يا شباب انا في عندي مشكلة في النسخ. ايش هو مشكلتي في النسخ؟ انه كيف بده يفهم الاكسل انه تغيرت احداثيات وعناوين الخلايا؟ ليش المعادلة كانت لأحمد عبد الله؟ أحمد عبد الله كان واقف عند العمود C وD وE وعلاماته في C وD وE، ولكن لما يتحرك إلى أسفل وبالصف الثاني، ولكن لما يتحرك لأسفل المعادلة بدها تروح لمحمد سالم. محمد سالم نفس الأعمدة ولكن اختلف إيش الصف، مش راح يكون اثنين، لازم ينتقل إلى صف إيش ثلاثة حتى يحسب مجموع علامات محمد سالم في الكيمياء والفيزياء والعربي. فلاحظ انا سحبت ونزلت تحت، لاحظ ما شاء الله يا اخي والله ممتازه. طب وقف عند محمد سالم مجموعه راح تجد انه حول تلقائيا الى الصف الثالث، صارت C3 زائد B3 زائد E3. ولما رحنا على الطالب فادي عندي تحول ايضا للصف الرابع. هذه الطريقه وهذه الحركه وهذا الاسلوب بنسميها الريلاتيف ريفرنس، مش ريفرنس لحاله، ريفرنس هو عنوان الخليه. الريلاتيف يعني نسبي، يعني انت وين واقف يا سالم؟ واقف هاي الخليه، مشيت خطوه للخليه اللي بعدها تلقائيا الاكسل بزيد على عنوان الصف واحد اذا تحركت من اعلى الى، طب واذا تحركت من اسفل الى اعلى بنقص الصف، طب واذا تحركت من اليمين الى اليسار هذه الصفوف احسنت بزيد الاعمده، بدل السي بتصير دي، بدل الدي بتصير اي، فهمني؟ وإذا تحركت من اليسار لليمين بنقص أعمدة، بدل السي بتصير بي، بدل البي بتصير اي. فهذا بنسميها هذا الأسلوب الريلاتيف ريفرنس، أي المرجع النسبي. أنا واقف هون تحركت من أعلى إلى أسفل بزيد في الصفوف وبثبت الأعمدة.
تحركت من اليمين لليسار، من اليسار لليمين، بثبت الصفوف وبغير الأعمدة. هذا بنسميه شوف بكبسة زر وكتبت المعادلة عند واحد طالب واحد، بس نسختها لبقية الطلاب الإكسل لحاله، عرف الخطوة أنا وين مشيت، نزلت تحت بس زيد الصفوف، تركت من يمين يسار يسار يمين، غير في الأعمدة وحسب لي المعادلة، ولا يوجد فيها نسبة خطأ واحد بالمليون. حسب لي المعادلة لكل طالب على حدة بناء على المعادلة الأصلية وين كانت موجودة في الخلية اللي هي عندي، كانت F2 لما انتقلت ونسخت زاد سطر سطر زاد صف 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 صف، لأني أنا مرتبها بأسلوب عمودي وطاقة فاضي. ولا أجيكم يا شباب.